عالم الكورونا. أنا رحمة زعبي بكالوريا آداب، نحب ندخل طول في صلب الموضوع، نحب نحكي على اللي قاعد صاير، على الوضع اللي خلى الإنسان حاير، على الفيروس اللي بعدنا عن الناس، اللي فجرته ما تسمع كان كلمة إن شاء الله لاباس، فما اللي شفاه وفما اللي مات، فما اللي بكي على العيلة اللي توفيت، وقت خايب، خلى الإنسان عايب، فما اللي راكح وفما اللي سايب، فما حقوق مشيت وخلت الناس تشكيت وتبكيت. باغ اكزومبل حق التعليم ولينا نقلاه في محاور ناقصين، شنو ذنبنا كي نخرجوا فارغين؟ هي تسهل علينا اما تهلك مستقبلنا اللي بين ايدينا، الوقت ولا قليل، حتى باش تسال استاذك يقولك هيا الوقت ثمين، تي حتى على الوقت ما عادش خالطين، ما عادش نسلموا على الناس المتعدين، على اصحاب والوالدين. حق الراحة والمصايف والرحلات اللي تحرمنا منهم، فجورة المرض اللي فجورته شتر العبيد توفيت، احنا قلنا غسرة وتعديت، اما زدنا تحرمنا من الخرجات، ما عادش الناس تعيش الفن، خاطر توا غاطسين يركحوا في الكفن، ما عادش عندي الحق باش نقرأ نرسم ونغني، ما عادش عايشة ومتمتعة بفني، خسرت سني اما ما ايستش ومانيش باش نقيس، باش نكون واعية ونوعي العباد، باش نرسم الفرحة ونكون فعالة في البلاد، على خاطر المرض ما يوقفنيش، وباش نكمل ما نراتيش، ولازم انتي زادة تكمل حلمتك، لازمك تخرج كلمتك، وتكون واعي ومسؤول، رد بالك تسكت، بالعكس لازمك تتكلم وتقول، اللي مهما يصير، حلمتك عمرها ما تطير، وقاوم أي حاجة تسكر عليك ثنية، ونعاودلك، خليك واعي ومسؤول حتى شوية.